أهلا بكم. للحروب آثارها المباشرة وآثارها الأخرى غير المباشرة، تكمن خطورة الأخيرة في امتدادها حتى بعد انتهاء الحروب وتأثيرها على المستقبل البعيد. يعتبر الأطفال هم الفئة الأكثر تضرر من هذه الآثار نظرا لعدم قدرتهم الاستيعابية لما يدور حولهم، فمئات الآلاف من الأطفال حرموا من حقهم في التعليم بسبب الحرب، ومئات الآلاف منهم يعانون من نقص التغذية الحاد، بالإضافة إلى مئات الآلاف ممن تأثرت حياتهم النفسية بظروف المعارك الدائرة في محيطهم. لكن الأمر الأكثر خطورة هو غياب المؤسسات المختصة بإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال من آثار الحرب النفسية والاجتماعية والصحية، وعدم اهتمام الجانب الحكومي بهذا الشأن، إضافة إلى ندرة حضور دور المنظمات المتخصصة بحقوق الأطفال. في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المنصة سنناقش آثار الحرب غير المباشرة على الأطفال، ما أبرز هذه الآثار وما دور المنظمات الإنسانية المختصة بحقوق الأطفال في معالجتها. لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم في هذا الموضوع، نذهب لمتابعة التقرير التالي. كما أن للحرب ندوبا ظاهرة، فإن لها ندوبا خفية أيضا تصيب الروح. الأطفال هم الفئة الأكثر إصابة بها، حيث يتعرض الملايين منهم لأزمات نفسية جراء الحروب. هذه الحروب بوابة لتشتيت مستقبل الطفل وتدمير صحته النفسية، فمعاصرته لأجوائها تخلق في نفسه صدمة تفوق درجة استيعابه. تخلف هذه الصدمة وراءها آثارا نفسية وجسدية، تفقد الطفل الشعور بالأمان الذي يمثل حاجة أساسية لنموه نفسيا ومعرفيا. وتستمر معاناة الأطفال خاصة في ظل افتقاد أسرة تعجز عن معالجة أزمته المركبة، وفي ظل غياب الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والصحية والعلاجية التي من المفترض أن تتكفل بمعالجة الأطفال المتضررين من الحروب. وبحسب متخصصين في مجال علم النفس، يشكل القلق والخوف والشرود أبرز تأثيرات هذه الحروب التي تصيب الأطفال، إضافة إلى الإحباط واليأس والتمرد والعنف والتبول اللا إرادي وأعراض نفسية أخرى. لكن أبرز هذه الآثار خطرا وتعقيدا على عالم الطفل هو سلبه حقوقه الأساسية من تعليم وإيواء، ما يجعله في حالة من الانهيار العلمي نتيجة حالة الرعب التي تهيمن على بيئته، فيفقد استمتاعه بالبيئة التعليمية وربما يرفضها خوفا وقلقا. تكمن خطورة هذه الآثار غير المباشرة للحروب في امتدادها إلى سنوات طويلة حتى بعد انتهائها، خصوصا في ظل غياب مؤسسات تعمل على معالجة تبعاتها وتأهيل الأطفال للخروج من قبضتها. إذا تابعنا هذا التقرير حول موضوع هذه الحلقة عن تأثيرات الحرب على الأطفال، ولدينا اتصال من تعز، الأستاذ علي السراري محامي في منظمة سياج للطفولة. أهلا بك أستاذ علي. أستاذ علي، لو بدأنا برصد آثار الحرب على الأطفال. مساء الخير. طبعا ويلات الحرب طالت الأرض والإنسان بشكل عام، وبشكل خاص الأطفال والنساء. الأطفال هم الحلقة الأضعف في المجتمع، والذين تأثروا بشكل سلبي وبشكل كبير من ويلات الحرب. هناك من فقدوا جميع أفراد أسرهم، هناك من فقدوا عائلهم، هناك من فقدوا أطرافهم وتشوهوا نتيجة تلك القذائف التي تتساقط ليلا نهارا على هؤلاء الأطفال. بمجرد سماع الانفجارات وأصوات القذائف يموتون من الرعب هؤلاء الأطفال، فما بالك بالذين يشاهدون الدماء أمامهم ويشاهدون زملائهم يقتلون ويموتون أمامهم نتيجة تلك القذائف التي تتساقط. هناك قذائف تساقطت على أطفال وهم يلعبون في الأزقة وفي الحارات وفي مناطق سكنية، قذائف تساقطت على أطفال وهم يملؤون المياه من الخزانات، خزانات السبيل، فيشاهدون زملائهم. هناك من تكسر قدمه، وهناك من يقطع رأسه، وهناك من يتمزق أشلاء. فهذه النتائج المترتبة فينا بعد الحرب أو حتى خلال أيام الحرب على هذا الطفل الذي يشاهد تلك الدماء، وهذا الطفل الذي يفترض أن أكثر قضية له هي لعبة، فما بالك بتلك الدماء وتلك الأشلاء التي يشاهدها. الأطفال الآن يعيشون فترة عنف،
حتى لجوئهم إلى الألعاب يلجؤون إلى استخدام المسدسات والخرز وبطريقة وكأنهم في الجبهات. الآن في هذه الفترة وما زالت الحرب قائمة قد تأثروا كما بعد فيما بعد. هناك من يفقد جميع أطرافه، وشاهدنا ووثقنا تلك الحالات كيف سيكون حاله بعد الحرب بين زملائه. هناك من فقدوا مدارسهم، هناك من تساقطت عليهم القذائف وهم وسط المدارس يتعلمون. الآن حالة النزوح كذلك، تداخل الثقافات، انتقالهم من مكان إلى آخر، لا يجدون العيش ولا الاستقرار ولا الأمن. هؤلاء الأطفال هم النواة الأساسية في المجتمع، يعني يتضررون بشكل كبير من هذه الحرب التي لم ترحم أحد. مع الأسف الشديد المنظمات الدولية، المنظمات الإنسانية لم تضع هذه القضية إذا ما ركزنا على هذه النقطة، وأنتم إحدى منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الطفل، هل هناك أي دور ملموس للمنظمات هذه المختصة بحقوق الطفل في تأهيل الأطفال وإعادة تأهيلهم من آثار هذه الحرب؟ مع الأسف الشديد المنظمات لا تقوم بالدور الإيجابي ولا بالدور المطلوب منها بشكل صحيح وبشكل يقدم خدمة مباشرة أو غير مباشرة لهذا الطفل. هناك منظمات تكتفي بالرصد وهناك منظمات تكتفي بالتوثيق. نقول لهم عليهم بأن يحركوا هذه الملفات إلى المحكمة الجنائية، إلى الأمم المتحدة، إلى مجلس حقوق الإنسان، إلى جنيف، لكي تقدم دعاوى على هؤلاء القتلة والمجرمين، كونهم يقومون بقصف أحياء سكنية تمتلئ وتكتظ بالأطفال، خاصة في محافظة سعد ومعروف في محافظة سعد الكثافة السكانية. منظمات تبحث عن دعم لمواد الإغاثة فقط ولجوانب أخرى وليتها نجحت في ذلك. الأطفال يريدون منفعة مباشرة وحماية مباشرة من قبل الدولة ومن قبل المنظمات. لم تكن هناك بدائل مع الأسف الشديد قامت بها أي منظمة أو أي مؤسسة أو الدولة حتى لحماية هؤلاء الأطفال أو لتمكينهم من الحياة بشكل صحيح ومستقر وبشكل آمن. مع الأسف الشديد لا يوجد هناك إعادة تأهيل لمن ذاقوا ويلات الحرب. مثلا هناك كما ذكر التقرير وما ذكرتم في التقرير أن هناك حالة نفسية صعبة ومنها تدول لا إرادي ومنها الخوف والفزع. فعلا هذه الحالة موجودة وتتكاثر وتتزايد يوما بعد يوم. مع الأسف الشديد الأمم المتحدة تمنح الميليشيات الحوثية وقتا لترتيب أوراقها دون أن تحسم هذه الورقة الخطيرة التي أثرت على الوطن والمواطن والطفل بشكل خاص. الأمم المتحدة تمنح الوقت لتلك الميليشيات في استخدام الأرض والإنسان والطفل حتى أنها الميليشيات تقوم بتجريد الأطفال، وهذا مؤثر جدا، خاصة أن الأطفال هؤلاء الآن يقودوهم إلى المعارك وإلى الصفوف الأولى ويشاهدون كتب ويشاهدون انفجارات ويتأثرون ويعودون إلى أهاليهم في ذات الثوابت. ميليشيا الحوثي مع الأسف الشديد قامت بتجريد الأطفال من داخل المدارس من الطرقات العامة وبالضغط على الأسر، ومن لم يقدم أطفاله يدفع مبلغ وقدره. المواطن أصبح يبحث عن سلة غذائية وكيف سيستطيع أن يتكفل له بدفع مبلغ معين، خاصة إذا تجاوز هذا المبلغ 500,000، يعني نقول نصف مليون ريال يمني. الطفل هو المتأثر الأكبر في هذه الحرب. طيب نحن نتحدث ربما بعموميات، هل هناك أي إحصائيات بالأرقام يمكن وضعها أمام المشاهد حول الأطفال وتأثيرات الحرب؟ هناك آلاف الأطفال، هناك مئات الأطفال في هناك، خاصة في محافظة سعد هناك عدد كبير يتجاوز 2000 طفل ما بين قتيل وجريح. هؤلاء تأثروا تأثر مباشر، غير أولئك الأطفال الذين فقدوا عائلهم أو فقدوا جميع أفراد أسرهم أو فقدوا منازلهم نتيجة القذائف أو نتيجة النزوح.
هناك مئات الآلاف الذين لم يلتحقوا بالتعليم، وهذا يؤثر جدا على الأطفال في المدى البعيد والقريب. منظمة الأمم المتحدة اليونيسيف ذكرت في تقاريرها أن هناك أكثر من 3 ملايين من الأطفال لم يلتحقوا بالتعليم، وهذا رقم مخيف طبعا في ليبيا، رقم مخيف. أين سيذهبون هؤلاء الأطفال؟ سيذهبون إلى إما إلى العمالة، وإما إلى الاستغلال الجنسي، إما إلى التجنيد، وهذا يؤثر على الوطن بشكل عام. أشكرك جزيلا أستاذ علي الصراري، محامي في منظمة سياج لحماية الطفولة، كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. وأيضا من تعز عبر الهاتف لدينا اتصال مع الأستاذة صباح الشرعبي، والدة أحد الأطفال الضحايا في هذه الحرب، أهلا بك. أهلا وسهلا بكم. كتجربة شخصية عن تأثيرات الحرب، ما هي أبرز هذه التأثيرات التي يمكن الحديث عنها وتسليط الضوء عليها الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر اهتمامكم بما يتعلق بموضوع الوضع النفسي للأطفال خاصة في محافظة تعز. الوضع النفسي للأطفال في محافظة تعز وضع أصبح يرثى له، وضع مزري جدا. الحرب القائمة في تعز أثرت بشكل مباشر على نفسية الأطفال، وكما ذكر الأخ الأستاذ علي الصراري هناك أطفال تعرضوا لقذائف وأيضا لفقدان الأبوين. الحالة النفسية للأطفال في تعز في حالة صعبة جدا. الأطفال في تعز حاليا وكتجربة شخصية أصبح الطفل في وضع بين كماشة قذائف ميليشيا الحوثي وأيضا سندان انتشار الجماعات المسلحة وانتشار السلاح المخيف والكثيف في داخل المحافظة وفي الأحياء وإطلاق الرصاص العشوائي والاشتباكات القائمة فيما بين الأفراد. وكانت ابنتي طبعا ضحية لإحدى هذه الاشتباكات الحاصلة في داخل المدينة، مما حدث لها في البداية تعرضت ابنتي لخوف شديد ناتج عن قذيفة من قبل الحوثيين أدى إلى ارتفاع وظائف الكبد لديها. المرحلة الثانية ابنتي فقدت الجزء الأيمن من جسمها بسبب صدمة عصبية تعرضت لها نتيجة اشتباكات حصلت في الجوار. أيضا الوضع النفسي للأطفال من خلال الحرب القائمة في تعز وضع كما قلت لك وضع لا يشتدون عليه. أيضا هناك ثقافة منتشرة وهي ما تقوم به محلات الألعاب من بيع ألعاب كلها أسلحة. هذه المحلات أصبحت تعزز ثقافة العنف لدى الأطفال. الأطفال أصبحوا يمارسون العنف ضد بعضهم البعض. هناك الكثير من الأطفال تعرضوا لأمراض عديدة. هناك حالات إغماء يصاب بها الأطفال، التشنجات، البعض منهم فقد السمع، أيضا حالات تبول لا إرادي كثيرة، الفزع. هناك خوف شديد لدى الأطفال. على سبيل المثال قبل يومين كنت ماشي في أحد الشوارع، هناك أحد المسلحين يتشاجر مع شخص آخر، ومرت بنفس اللحظة أمامي طفلة وهي تمسك بأخيها الصغير. الخوف الذي سيطر على الطفلة هذه، كانت تسحب أخاها هيا قبل أن يقتلونا. لم يعد الأطفال كبروا قبل سنهم، أقدر أقول أن أطفال تعز شاخوا من ناحية الأمراض، من ناحية التفكير، من كل النواحي. أطفال تعز سقطوا مدارسهم، هناك خوف من الذهاب إلى المدرسة، خوف من اللعب، كله بسبب الاشتباكات وبسبب أيضا القذائف. أيضا الآباء للأسف الشديد في محافظة تعز أصبحوا يمارسوا تعزيز الثقافة بشراء الألعاب التي تعزز العنف عند الأطفال في ظل غياب تام للجهات المختصة أو مراقبة أو جهات الضبط. طيب ربما من انعكاسات تأثيرة هذه الحرب يعني حالة ربما هوس الأطفال الآن بألعاب الحرب، يعني وهذا واضح وملموس ربما خلال هذه الفترة. بالنسبة للمدى البعيد كيف يمكن أن انعكاسات آثار هذه الحرب على الأطفال في اليمن؟ أعتقد أنه ما هو حصل للأطفال سيؤثر سلبا إلى مدى بعيد جدا إذا لم يتدارك الوضع، وتقوم المنظمات والجهات ذات الاختصاص بمتابعة حالات الأطفال الذين يعانون من هذه الحالات النفسية بإقامة المراكز المتخصصة لمعالجة هذه الحالات. لا أعتقد أنه يوجد طفل لم يعاني من حالة نفسية في ظل الوضع الحالي.
لابد من الدولة والجهات المختصة أن تلتفت إلى هذا الجانب. هناك الكثير من الحالات التي لا نعلم عنها، هناك أشياء ظهرت لنا ولكن هناك أشياء خفية لم تظهر لنا، بالتالي يجب تدارك الموقف قبل أن يتصاعد أكثر فأكثر. طيب أستاذ صباح، الآن ربما التعويل على المنظمات المعنية بحقوق الطفل والمهتمة بشؤون الأطفال في التخفيف وإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال في هذه الفترة، هذه المنظمات على ماذا تعمل تحديدا؟ المنظمات المختصة بحقوق الطفل، هل فقط تقدم مشاريع للمنظمات والدول الأجنبية فقط حتى تحصل على تمويل، وربما تقدم مشاريع وهمية من أرض الواقع أنتم في تعز؟ هل تلمسوا أي نشاط لهذه المنظمات؟ الأطفال في تعز لم يقدم لهم أي شيء للرفض من معنوياتهم أو التخفيف من هذه المعاناة. المنظمات كما ذكر الأخ الأستاذ علي الصراري كل همها رصد كم عدد الأطفال النازحين، كم عدد الأطفال الذي تعرضوا للقصف أو للباتر أو أشياء معينة فقط. أصبح الوضع للأسف وضع متاجرة بمعاناة دون تقديم أي خدمة لمن يعانون. أشكرك جزيلا. صباح الشرعبي من تعز من ماليزيا الأخ طلال، أهلا بك أخ طلال. يا أهلا بك سامي. أنت ربما مهتم ومتابع لهذا الموضوع، نبدأ برصد أبرز آثار الحرب على الأطفال من الناحية النفسية. في البداية أحب أن أوجه الشكر لقناة تلقيت على تسليط الضوء على هذا الموضوع، وأرحب بجميع المشاهدين لهذا البرنامج الهادف لهذه القضايا المعاصرة. في البداية سامي إذا سمحت لي نعود قليلا إلى مقولة اشتهر العرب بها تقول أن الحرب تبدأ بكلام وتنتهي بكلام، لكن حقيقة أنا أقول أن الحرب فعلا تبدأ بكلام بين السياسيين والعسكريين، لكنها تنتهي بكوارث وأزمات وإعاقات نفسية تصيب الفرد والمجتمع والأسرة. الآن نحن نجد عندنا طفل وعندنا مرأة وعندنا إنسان بشكل عام، الأثر النفسي لا يختص فقط بالطفل أو المرأة أو الأسرة بشكل عام، وإنما المجتمع بشكل أوسع ومؤسسات الدولة بشكل عام. الآن نحن نقول أن الفرد عندما يتعرض لأي أزمات مثل الكوارث الطبيعية أو الحروب على سبيل المثال في الوضع الراهن في اليمن، هناك ما يحصل لهم ما تسمى بالصدمة النفسية. نحن عندما نقول صدمة نفسية، الصدمة النفسية هي حدث مفاجئ وغير متوقع، هذا الحدث يهدد حياة الفرد. هذا الحدث الذي يهدد حياة الفرد سواء كان طفل أو امرأة يجعله يكون في حالة غير استقرار ويشكل كثير من الأضرار النفسية. وسوف أذكر بعض الأمثلة على الآثار النفسية على سبيل الحصر من أهم الآثار، لكن قبل ما أتطرق إلى الآثار، طيب في نقطة مهمة، هل هناك تشابه بين الصدمة النفسية التي تحصل للطفل والبالغين؟ طبعا هناك في فرق جوهري جدا، وهو للأسف الكثير من الناس من يغفل عن هذا الموضوع، الفرق بين الصدمة النفسية التي تحصل للطفل والبالغين. أما الطفل يفسر أن هذه الصدمة النفسية أو الحدث المفاجئ الذي تعرض له هو تفسير ذاتي، بمعنى أن الطفل يقول أن هذا الحدث أو هذا التفجير الذي حصل لبيته أو فقدان أبوه أو أمه بسبب أنه سيء أو أنه ليس إنسان جيد أو أنه لأسباب أخرى تفسير ذاتي، بعكس البالغ. البالغ يفسر أن هذه الصدمة النفسية سببها أن هناك في حرب، وأن هذه الحرب ليست له علاقة ولا جمل فيه، وإنما هو ضحية مثل بقية أفراد المجتمع. هذا التفسير مهم جدا، ينعكس على الطفل الآثار التي سوف أذكرها في التالي. هناك مجموعة من الآثار. أول هذه الآثار التي ممكن نحن نقول أن ممكن يتعرض لها الطفل وهو القلق والخوف. الطفل زي ما ذكرت الأخت الكريمة من تعز أن هناك يعيش الطفل لحظة قلق وخوف من المستقبل، فأي حدث مشابه الحدث الذي تعرض له سوف يستدعي الذكريات السابقة مما جعله يعيش في حالة من الرعب والخوف. هذا أول الآثار النفسية التي ممكن يتعرض لها الطفل الذي تعرض لصدمة نفسية. الأثر الثاني الذي ممكن نقول أنه يتعرض له الاكتئاب، والاكتئاب عند البالغ يتشكل على شكل حزن، عدم القدرة على النوم، لكن عند الطفل يختلف. الاكتئاب عند الطفل يظهر في شكل عدوان،
ولذلك الأخصائيين الذين يتعاملون مع الأطفال الذين تعرضوا للأزمات النفسية مثل الحروب والكوارث يلاحظون أن هناك عدوان العدوان يتمثل في شكل لفظي أو جسدي. هذا العدوان اللفظي قد يكون بسبب السب ويسبب يعني مثال السب والشتم، والعدوان الجسدي العدوانية تجاه الآخرين عن طريق الضرب والمشاجرة مع الآخرين، وهذا كثير من الآباء لا ينتبهون إلى هذه القضية. من ضمن الآثار التي ممكن نحن نقول على مستوى التعليم، هناك ما يسبب صعوبات تعلم عند الأطفال الذين تعرضوا لهذه الكوارث مثل صعوبة التركيز والانتباه. وهنا من خلالكم أوجه رسالة للمدرسين والعاملين في قطاع التعليم في المناطق التي فيها نزاعات وحروب وكوارث بشكل عام، نحن نقول أن هؤلاء الأطفال قبل أن يقدم لهم خدمة التعليم يجب عليهم أن يتم تأهيلهم نفسيا، لأن الطفل بعد أن يتعرض لصدمة نفسية لا يستطيع أن يحفظ، قدرة الحفظ تقل عنده وقدرة التركيز في الفصل تقل عنده. أيضا من ضمن الأثار التي ممكن يتعرض لها الطفل وهو تجنب الذهاب إلى الأماكن المستحمة، الطفل يحب أن يعيش منعزل، أن يعيش لحاله. لماذا؟ لأن هذه الأماكن المستحمة تذكره بهذه الكارثة التي تعرض لها. من ضمن الأزمات التي ممكن نتحدث عنها أن الطفل تنشأ عنده معتقدات خاطئة، هذه المعتقدات الخاطئة تشكل نمط تفكيره، مثل أنه يقول أن كل المجتمع سيء، أن كل المجتمع سوف يلحق الضرر به. بهذا بدوره يعكس على أن الطفل هذا عندما يكبر إذا لم يحصل التدخلات النفسية المناسبة تتشكل عنده اضطرابات مثل الشكوك في الآخرين وعدم الثقة في الآخرين. هذه أهم الأثار النفسية التي ممكن أن يتعرض لها الطفل بشكل مباشر، وإذا لم يحصل على التدخل النفسي المناسب خلال فترة تعرضه لهذا الحادث ربما تتطور إلى أسباب إلى اضطرابات نفسية. ودعني سامي أختص على سبيل الاختصار، هناك أهم ثلاثة اضطرابات نفسية ممكن أن يتعرض لها الشخص الذي يتعرض لصدمة. ممكن يحصل له آثار نفسية، لكن هذه الآثار النفسية إذا لم تتلقى العلاج المناسب والتدخل المناسب قد تتطور إلى اضطرابات نفسية. طيب هناك ثلاثة اضطرابات زي ما ذكرت. الاضطراب الأول يسمى اضطراب ما بعد الصدمة. هذا الاضطراب ما بعد الصدمة له أعراض. أهم هذه الأعراض أن الطفل يعيش في حالة أو البالغ يعيش في حالة من الرعب، يعيش في كوابيس دائما، ما زال هذا البالغ أو الطفل يتذكر الحدث وكأنه شريط فيديو يعرض أمامه، وبالتالي تجد أن كثير من الأطفال ما زالوا متأثرين بهذه الأزمات والكوارث حتى عندما يجتاز سنين عديدة بعد انتهاء هذه الكوارث. من ضمن الكوارث الاضطرابات التي تحصل للطفل والبالغ عند تعرضه لهذه الصدمة، هناك ما يسمى باضطرابات التكيف، وهذه تحصل عندما يحصل نزوح. لماذا؟ لأن الإنسان يصبح غير متكيف مع المجتمع الذي انتقل إليه، مع الإعادة التي فقدها التي تعرض له، مثلا الطفل الذي يفقد صوته أو يده أو أنه يحصل له إعاقة كاملة، هذه تسبب أنه عنده اضطرابات تكيف مع الوضع الراهن الذي تجدد بالنسبة له. أخيرا من ضمن الاضطرابات التي ممكن يتعرض لها وهو الهلع الحاد. هذا الهلع الحاد يعيش الطفل في حالة من الرعب، من التشنج، من الهيجان، قد يكون الإنسان فجأة يصرخ، قد يتعرض لهلاوس، يكون عنده اضطرابات في النوم وفقدان الشهية. طيب أشكرك جزيلا أخ طلال من ماليزيا، شكرا جزيلا لك. سنذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة من برنامج المنصة. لنمعن النظر قليلا، لا مستقبل يضيء في أعينهم، فالماضي يحاول صبغ حياتهم بالسواد. أردنا لهم الأمان والدواء والابتسامة، فكان البؤس والخوف والحرمان. انتزعهم الظلم وداهمتهم الحرب وانقطع اللحن.
الطفولة في زمن الميليشيا. من جديد أهلا بكم. اتصال الأخ رضوان العبسي من مصر. أهلا بك أخ رضوان. حياك الله أخي العزيز، وكل عام وأنتم مباركة وليلة تكون سعيدة إن شاء الله. إن شاء الله. تعليقك حول آثار الحرب على الأطفال وأيضا انعكاسات هذه التأثيرات عليهم في المستقبل. أولا من الآثار الغير المباشرة والمباشرة على الأطفال بشكل عام بشكل خاص، على الكبار والأطفال بشكل خاص، يتعلق بفقدان الأمن بالمفهوم الشامل، الأمن الجسدي، الأمن النفسي، الأمن الاجتماعي، الأمن المعيشي. على سبيل المثال أضرب لك أمثلة معينة، مثلا على الأمن الجسدي هو خوفهم على فقدان عائلهم من القتل بالقصف بالقنص بالاعتقال بالإخفاء القسري. طيب صوتك غير واضح أخ رضوان، سنذهب لمشاهدة بعض المشاركات التي وصلتنا من خلال واتساب ومن ثم نعود للتواصل معك مرة أخرى. نتابع هذه المشاركات التي وصلتنا حول الموضوع من خلال واتساب. قبل ما أبدأ أتكلم عن الآثار غير المباشرة للحرب على النساء والأطفال، بتكلم على شيء بسيط، إنه ما فيش سقف للضرر الكارثي للحرب ومثل ذلك ما يخص ضحاياها. أعتقد إن النساء والأطفال مش بس الوحيدين المضررين من الحروب والنزاعات، وحتى إن كانوا في الصدارة فالحرب تستهدف المجتمع بأكمله وتستهدف القيمة الإنسانية برمتها. صحيح إنه فئة النساء والأطفال هي الحلقة الأضعف في هذه الحروب، لكن الأخطر إنه تلك الآثار قد لا تلحظ على المدى القريب بل البعيد، والبعيد جدا من وجهة نظري ممكن تشخص ذلك في مظهرين. الأول نفسي، فأي حرب تنتج في نفس الفرد والمجتمع نزعة عدوان، فيصبح مثلا الطفل أكثر ميلا للعنف أو عرضة للخوف والرهاب المزمن، وبالتالي بيأثر على عقولهم من أن تبدع وتبتكر وعلى قواهم من أن تنتج. ما هي الآثار النفسية على الطفل الذي يحصل له صدمة نفسية؟ نقول أن هناك مجموعة من الآثار النفسية التي تحصل للطفل. أولى هذه الآثار أن الطفل يعيش في مرحلة من القلق والخوف، فالطفل يكون مترقب أن هذه الأحداث سوف ترجع مرة أخرى، أن الصاروخ سوف يرجع مرة أخرى، أو أن الاعتداء الذي حصل له سوف يرجع مرة أخرى، أو أن أمه سوف تموت بالرغم أن أبوه قد مات سابقا، أو أخته، أو إلى آخره. النقطة الثانية أو الأثر الثاني وهو الاكتئاب. الطفل يعيش في مرحلة من الاكتئاب عندما يتعرض لصدمة، والاكتئاب عند الطفل يختلف عن الاكتئاب عند الكبار، وهو أن الاكتئاب عند الطفل يظهر على شكل عدوان، سلوك عدواني، سلوك عدواني وقد يكون لفظي. إذا تابعنا هذه المشاركات من خلال الواتساب. لدينا اتصال مع الدكتورة نجاة الصائم، أستاذة علم النفس والاجتماع من اسطنبول. أهلا بك دكتورة نجاة. أهلا وسهلا بكم دكتورة نجاة. لو نبدأ بالآثار هذه الحرب على الأطفال وانعكاساتها مستقبلا على الأطفال، وأيضا إمكانية إعادة تأهيل نفسية الأطفال، يعني ما الذي نحتاجه حتى يتم التخفيف من هذه الآثار؟ هل يمكن زوالها بشكل سريع إذا ما توفرت أي من المعالجات؟ أولا مساء الخير وشكرا على الاستضافة. فيما يتعلق بالآثار النفسية للحرب على الأطفال، يعني الحرب هي صدمة بيعاني منها الكبار، فما بالنا بالصغار. بنقسم المراحل اللي بتعرض أو الآثار النفسية للحرب على الأطفال، في عندنا آثار نفسية في
حال الحرب نفسها، يعني وقوع الحدث نفسه، مثلا وقوع الصاروخ أو انفجار أو تهدم المنازل، هذه بيتعرض الأطفال لما يسمى اضطرابات الصدمة نفسها، بيعانوا من حالة هلع، تبول لا إرادي، بكاء، والبعض قد يدخل في حالات الإغماء. اضطرابات الأشد اللي اضطرابات ما بعد الصدمة، يعني بعد زوال الحدث نفسه بيبدأ الأطفال بيعانوا أولا فقدان الأمان، الشعور بالأمان النفسي، يعني الخوف حتى ولو في وجود الأسرة أو الأم تحديدا أو الأب، فالطفل بيفقد الأمان النفسي والانتماء إلى المكان. هذا بيؤدي إلى أنه بيتظهر عنده حالة من القلق، حالة من العصبية، ومثل ما تفضلوا الإخوة اللي شاركوا أنه بيعاني من الاكتئاب وإن كان ما بيظهرش بهذا الحالة. طبعا هو خروج الطفل من البيت، حالة النزوح، تغير المكان، فقدان الاحتياجات الأساسية من الطعام، من المنزل، كلها هذه بتؤدي إلى ظهور اضطرابات في الشخصية، إما بيكون عدوان أو انطواء. فالطفل إما بيكون عدواني وعنيف أو إنه بيكون منطوي على ذاته ويفقد التواصل مع الآخرين. في حالك بالتأهيل طبعا هو مرحلة لابد أن تتم معالجة الأثر الناتجة عن صدمة الحروب، وبيعتمد يعني في أطفال بيتعرضوا مثلا لفقدان الأهل، لمشاهدة حالات القتل المباشر، هذه بيتطلب علاجهم تدخل على مستويات عديدة. في حين أن الأطفال اللي يعني وفقا لمعاناة الطفل إحنا بنعمل برنامج تدخل علاجي فيما يتعلق هل تنتفي هذه الآثار أو تنتهي آثارها. بالطبع لا، لأنه طيب زمنيا حتى تتم معالجة هؤلاء الأطفال، هل يفترض أنه الآن في هذا الوقت لابد من أن تبدأ معالجة هؤلاء الأطفال؟ مثلا حتى الآن المنظمات التي تدعي أنها مهتمة ومعنية ومختصة بالأطفال هي غير موجودة، هي كما قال المتصلين معنا ربما هم مشغولين فقط برصد الحالات والأعداد. المفترض وكحق من حقوق الطفل أنه يتم التدخل الآني والسريع. التأخير في الوقت هو المشكلة، أنه معظم مع الأسف الشديد وأقولها بمرارة، معظم منظمات المجتمع المدني سواء المحلي أو حتى الدولية لا تعمل على معالجة أو التدخل السريع لتأهيل الأطفال وحمايتهم، حتى مشغول بعقد ورش عمل والإجراءات وورش العمل وصرف بدل السفر ربما، وبالكثير إنتاج بعض الفلاشات التي تبث على وسائل الإعلام. طيب دكتورة، التأخير في الوقت إذا كانت هذه المنظمات غير مهتمة، بالنسبة للأسرة ما الذي بيد الأسرة فعله من معالجات للتخفيف من هذه التأثيرات حتى يتم الاستفادة منك كأكاديمية ومختصة ومهتمة بهذا الموضوع من الأسر التي تتابعنا الآن؟ أولا بالنسبة للأسر التي لديها إمكانية أنها تحمي الأطفال من مشاهدة ما بيحدث أثناء الحروب، مثلا عمليات القتل، عمليات الملاحقة، هذه الأشياء كلها، أكثر لو كنت تعمل الأسر على أولا إعطاء الطفل الشعور بالأمان الكامل، أنهم حتى هذه مشاكل خارج ممكن تحل، هذه الأشياء بتحصل، يعني تخفيف من الطفل أولا. ثانيا لابد أن تخلق أنشطة داخل المنزل، خصوصا مع عدم ذهاب الأطفال إلى المدرسة يعني وخروجهم، فلابد أن تقوم الطفل الأسرة بخلق جو من الطمأنينة، وأيضا خلق نوع من الأنشطة داخل الأسرة نفسها. طيب نحن ربما ركزنا على تأثيرات الحرب على الأطفال بسبب الحرب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق أدوات الحرب، ربما الآن هناك معاناة لدى الأسر اليمنية ربما بما يحصل أزمة الرواتب أو الأزمة الاقتصادية بشكل عام، الطفل عندما يلمس وجود هذه الأزمة في البيت، يعني الأب يتحدث أو الأم، هل هناك انعكاس لهذه الأزمة ربما وتأثيرات
وبالتأكيد تحصل على نفسية الوالد والوالدة بالنسبة للأطفال. بالتأكيد يعني المجرد يعني حتى لو لم يتحدث الأب والأم أمام الطفل بالمعاناة الاقتصادية، خلونا نتكلم هكذا تحديدا، المعاناة الاقتصادية تحديدا التي بتمر بها الأسر منذ سنتين، فهذا لابد أن يظهر في أكيد نقص تلبية احتياجات الطفل سواء المادي أو حتى المعنوية، وهذا سيزيد من معاناة بعدم الشعور بالأمان، لأنه إحنا إن الأب والأم مصدر الأمان للطفل، إذا لم يستطع الأب والأم تحقيق هذا الشعور لدى الطفل بالتأكيد إنه هذا سينعكس على نفسيته، ستزداد الأمر. ونلاحظ إنه كثير من الأسر أطفالها بيعانوا من التبول اللا إرادي، التأتأة، يعني حال الكوكيز أو النوم المتقطع، يعني كلها هذه الأمراض تظهر عند الأطفال نتيجة لمعاناة أو إحساسهم بما يعانيها الكبار داخل الأسرة. طيب بالنسبة لنظرتنا للمستقبل وأطفال اليمن وتأثيرات هذه الحرب عليهم، ربما هناك دول شهدت أحداث وحروب كاليمن، كيف استطاعت تجاوز هذه الأحداث؟ كيف يمكن توقع مستقبل أطفال اليمن، يعني الجيل القادم ونفسياته ربما؟ يمكن الدول على سبيل المثال اليابان، يعني أوضح مثال إنه اليابان وما مرت بها في الحرب العالمية الثانية، ولكن أقول لها مع الأسف الشديد طبيعة الخلاف وطبيعة الحرب في اليمن سواء الحرب الداخلية أو الخارجية مختلفة تماما، مؤثرة على النسيج الاجتماعي مع الأسف الشديد بين الكبار. أعتقد أنه هذا إذا لم تكون هناك نظرة جادة من الدول ذات المصالح الكبرى في اليمن والأمم المتحدة تحديدا أو المنظمات الدولية في تحقيق نوع من الأمن الاجتماعي في اليمن، أعتقد أن الوقت سيطول للتعافي أو لخروج أطفال اليمن من المعاناة اللي بيعيشوا فيها. أشكرك جزيلا دكتورة نجاة صايم، أستاذ علم النفس والاجتماع في جامعة صنعاء، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. من عدن أيضا اتصال الأخ وضاح، أهلا بك وضاح. أهلا بك وبكل مشاهدين قناة القيصة الفضائية. تعليقكم مشاركتك في موضوع هذه الحلقة عن آثار الحرب وانعكاسها على الأطفال مستقبلا. طبيعي جدا أن تؤثر الحروب على النساء والأطفال بشكل غير مباشر، فهم يعتبرون من ضحايا تلك الحروب. طيب فقدنا الاتصال بالأخ وضاح، شكرا جزيلا لك. نذهب لقراءة بعض التعليقات من الفيسبوك حول هذا الموضوع. الأخ محمد يقول أكثر ما أخشى هو أن تنتج الحرب أطفال قابلية الإجرام عندهم مرتفعة، فندخل في دوامة حرب جديدة، كمية الظلم والأذى والاضطهاد التي يعيشها الطفل كل يوم تجعله يتقبل هذا الأمر كجزء من الواقع، عندما يكبر ويحصل على قدر من السلطة سيستخدم ما كان يراه مألوفا، ولأنه كان ضحية فلن يأخذ دور غيره. المشكلة يوم أن تنتهي الحرب لن يلتفت أحد لحجم الضرر الذي تم تسبيبه الأطفال، ولن يفكروا في تقديم المعالجة اللازمة ليكونوا أطفال طبيعيين كأطفال العالم، يظلمونهم مرتين وربما أكثر. مع الأسف الطفولة في اليمن تقبر في أول يوم يخرج فيها الطفل للعالم. مشاركة أخرى، الأخ عبد أحمد زيد يقول الآثار النفسية على الأطفال والنساء الناتجة عن الحرب والنزاع المسلح كثيرة جدا، تجاهل هذه الآثار سيؤثر على مستقبلهم ومستقبل التنمية المحلية والدولية إذ حالت دون الاهتمام بها ورعايتها الرعاية المناسبة، فقد ودخلت البلد بالحرب الأهلية ونتج عن هذه الحروب التي تدور بالبلد كوارث إنسانية كثيرة، منها قد تعالج ومنها معقدة في المعالجة كالأضرار التي ترتبت أثرها النفسية على الأطفال والنساء، وهي الأكثر تعقيدا والأكثر خطرا على المصابين التي تنعكس على مستقبلهم ومستقبل البلد ومستقبل التنمية الشاملة والمستدامة، فهي تتطلب إلى معالجات طويلة. الأخ صدام يقول الحرب لها آثارها المدمرة والكارثية على الجميع، لن ينجو من نارها أحد، لا بشر ولا شجر ولا حجر، لكن الأطفال هم ضحاياها الأعظم ومعاناتهم هي خطيئة الحرب الأولى، تتعدد معاناة الأطفال بسبب الحرب
بين أضرار نفسية تنتج جيل بحاجة إلى طبيب نفسي أعله يساعد في ردم ولو قليل من الانكسار النفسي الذي يعيشه الأطفال، والقصف وأيضا غياب التعليم وفقد الكثير من الأطفال لآبائهم وأقارب لهم، مما يساهم في تشكيل جديد قلوب أبنائهم ملأة بثقافة الحقد والكراهية، وهذا له تأثير مستقبلي على المجتمع ككل. أي خطيئة يرتكبها أرباب الحروب بحق أطفالنا يتساءل. إذن تقريبا وصلنا لنهاية هذه الحلقة بهذه المشاركات التي وصلت من خلال الفيسبوك. ولدينا اتصال. وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة، نلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة. في أمان الله.